أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قبل أن أختتم كلمتي وفي نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، أود أن أوجه عنايتكم إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها. وفي هذا السياق نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الأثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلا، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني. ولا ينفصل تحدي الأمن المائي عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعا مفروضا على العالم. واغتنم هذه المناسبة للإعراب عن تطلعي لاستقبالكم في مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2022 بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، لتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعاً.